من مسار الليل لطراف النجوم ومن ضحوك. في ظل الحملة الممنهجة التي يتعرض لها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان من قبل الإعلام الغربي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاده، حيث انهالت المعايدات والتبريكات له من قبل السعوديين، وليتصدر وسم ميلاد ولي العهد 37 الترند في المملكة. ما تعطي لي راية الأوطان ولا ترتفع قيمة الإنسان. وفي التفاصيل، يصادف اليوم في 31 من أغسطس عيد ميلاد الأمير محمد بن سلمان 37، حيث أشاد المغاردون بكل الجهود التي بذلها من أجل المملكة وفق رؤية 2030، إذ انهالوا بالمعايدات من خلال مشاركة الصور والفيديوهات له، على عكس ما كان يتمناه الإعلام الغربي، إذ كان يبدو أنه يسعى لإحداث شرخ بينه وبين الشعب السعودي الذي على العكس تفاخر بولي العهد وقلب المعادلة. أصحاب الجلالة والفخامة، إننا متفائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها. هذا اليوم الجميل بالنسبة للسعوديين يجعلهم يبحثون عن مكان الاحتفال بعيد ميلاده، فهل سيلغي ولي العهد لقاءاته السياسية اليوم ويحتفل به، أم هل سيمارسها بشكل طبيعي؟ هذا ما جعلنا نبحث عنه لمعرفة نشاطاته اليوم، وبالأخص ما إذا كان سيحتفل به، لكن لا يوجد أي نشاط معلن عنه اليوم، ومن المعروف أنه اعتاد على ألا ينشر حياته الخاصة على الأعلام. أما عن قضاء أيام العطلة، فكان قد كشف بن سلمان في جزء من حواره مع مجلة The Atlantic عن كيفية قضاء وقته خارج ساعات العمل وهوايته الشخصية ومتابعته لوسائل التواصل الاجتماعي ورياضته المفضلة، حيث أوضح أنه في أيام عطلة نهاية الأسبوع لا يحاول التفاعل مع مواقع التواصل، إذ أنه يقضي قرابة 20 دقيقة لتصفحها فقط لمعرفة ماذا تحتوي الأخبار، مضيفاً أنه منذ عام 2018 بدأ يأخذ عطل نهاية الأسبوع ويحاول فيها وفي الإجازات أن يرتاح. وخلال عطلته الأسبوعية يحب ولي العهد ممارسة الرياضة، وفي الواقع يقوم بتمارين الكارديو ليوم واحد قرابة ساعة ونصف، ولا يحب القيام بها في صالة رياضية حيث يراها سيئة، ويقوم بدلاً من ذلك بلعب رياضة كرة السلة لهذه التمارين بالذات. أما عن الموسيقى التي يستمع إليها، فكان قد كشف أنه لا تعجبه الموسيقى العربية الجديدة، رغم أن البعض منها جيد، ولكن غالباً ما يرى أن الموسيقى القديمة أفضل، كما يحب الاستماع إلى الموسيقى الوطنية من مناطق مختلفة. ولعل من أبرز المسلسلات التي يحبذها بن سلمان على سبيل المثال مسلسل فاونديشن وGame of Thrones.